مرحبا أعزائي متابعي قناة هشام كيم، مذ جياجيز التي تجذب أهم معجبيها تنتظر امتحانا صعب. التفسيرات الخاصة من جوك بيرك دي ميرجي فيما يتعلق بعلاقته مع أوزي. قبل الانتقال إلى الأخبار الخاصة بي، لا تنسى الاشتراك في قناتي وذ جياجيز التي لفتت انتباه الجميع. ينتظرها امتحانا صعب. جوك بيرك ديميرجي أدلى ببعض التصريحات الخاصة جدا فيما يتعلق بعلاقة أوزجي وجوك بيرك ديميرجي. ما تعلم سئمت العلاقة بين أوزجي وجوك بيرك من الاضطراب المستمر، هذا هو الوضع. ديميرجي الآن يريد علاقة جدية. في تصريح جوك بيرك قال: أريد أن أتزوج وأنجب أطفالا، أريد أن أجعل عائلتي سعيد، أريد أن أحب أطفالي. أوزجياجيز تعتقد أنها هي أيضا عليها الزواج. أوزجياجيز وأولويتها الأولى هي حياتها المهنية وليس الزواج، فهي على دراية كاملة بمسيرتها المهنية، لهذا السبب لا يريد الاندفاع إلى الزواج. لكن جوك بيرك من ناحية أخرى في عجلة من أمر، هذا يؤثر سلبا على علاقتهما في الواقع. كلاهما على حق بطريقته الخاصة، لكن فارق السن بينهما يشجع على التفكير المختلف. مما أفهمه من خطاباته، لا يعتقد جوك بيرك أن مسيرته ستستمر طويلا. بالنسبة إلى مهنة أوزجي، يقول إنها تريد التمثيل في الدراما، تريد أن تفعل شيئا مفيدا للمجتمع. وباختصار، جوك بيرك ديميرجي هو كل ما يريده في هذه اللحظة هي الحب والسعادة. ماذا يمكنني أن أقول؟ أتمنى أن يحصلون على الحب والسلام اللذان يريدهما في أسرع وقت ممكن.